تمام. العضلة الثانية من الفلكسر ماسلز تعون الريست اللي هي الفلكسر كاربي النارس، من اسمها بتعمل لنا فلكشن والنر ديفيشن بالريست. هلا الستارتنج بوزيشن بيكون الريست اكستندد وراديالي ديفييتد، وانا راح افرجيك الحركة اللي بدنا نعملها. راح نجيب ايدنا لفوق وباتجاهك، تمام؟ اوكي. هلا عشان اعطي ريزيستنس بعطي على الهايبوثينر امينانس وبتفش بالاذر دايركشن وماكسيمال ريزيستنس معهول. بالنسبة للجرافيتي اليمينيتد بوزيشن نفس الشيء، بنحط على السرير شوية سوباينيشن بالفور ارم. هلا احنا بدنا نبلش من اكستنشن وراديال ديفيشن بهاي الطريقة، وانا بدي اياك تحرك ايدك لجوا ولتحت، يعني افرجيك كيف هيك. هلا بنعملها كمان مرة بس عشان تكون واضحة. ممتاز. هلا بالنسبة لعضلة الفلكسر كاربي النارس، حطلو منك بس في ايدك عشان تكون مبينة، احنا تذكروا لقينا البيزي فور، تمام؟ تحت البيزي فور هون بنعمل بالبيشن للفلكسر كاربي النارس.